بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الحديث متصلا أيها السادة الأماجد في هذا اللقاء المبارك المتجدد دائما من برنامجكم المسلمون يتساءلون على هذه القناة المباركة، قناة المحور. أسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وهي دائمة قناة لكل المصريين أجمعين. عاوز حضركم على حاجة، نكمل ما بدأناه بالأمس. كنا بنتكلم عن إيه مبارح؟ كلمنا مبارح عن تساؤلات الشباب، وإن كثير من الشباب لما الواحد بيقعد معاهم بيكلموا في الأمور الفلسفية أو بيقرأوا في الأمور الفلسفية، والأب والأم بيقول لا ما تقرأش فيها. وكلمنا كيفية قراءة الإنسان في هذه الكتب الفلسفية والغربية، وكيف أمرنا الإسلام أن نقرأ في جميع العلوم وشتى العلوم والمعارف. وإحنا بنتكلم أيضا عن هذه التساؤلات، استوقفني سؤال: الذين يدعون أنهم قرآنيون وأنهم يحبون القرآن وأنهم يستندون إلى القرآن ويقولون بأننا قرآنيون، ما وجدناه في كتاب الله أخذناه ومن لم نجده في كتاب الله تركناه، يعني اللي إحنا لقينه في القرآن هناخده والقرآن ما قالش عليه مش هناخده. كيفية التعامل مع هؤلاء وكيفية لغة القرآن؟ قبل ما أخش إلى هؤلاء القرآنيون، هؤلاء الطائفة الذين يستندون ويقولون بأننا قرآنيون، يعني إحنا أهل قرآن، أولا لغة القرآن الكريم. أقول وبالله التوفيق، لغة القرآن الكريم هي اللغة العربية. القرآن الكريم لغته اللغة العربية، لأنها معجزة. القرآن الكريم نزل في بيئة صالحة، في بيئة قد اتصفت بالفصاحة والبيان، بل كانوا يعدون المجالس لتتباهى كل قبيلة بشعرائهم. كل قبيلة بتعمل مجلس كده، وبتعمل زي مؤتمر، وبتعمل زي ندوة، بتعمل زي تنافس، إن كل قبيلة عندها الشعر الفلاني والشعر كذا، وأرباب الفصاحة، أرباب البيان، أرباب الكلمة، أرباب الأسلوب، أرباب التعبير في كل المجالات، في الهجاء وفي كذا وفي كذا وفي كذا، من أساليب اللغة العربية والمدح والذم والبلاغة والبيان. فكانت قدرة الحق سبحانه وتعالى التي دائما وأبدا قدرة قائمة على القيومية، وأن ما في هذا الكون هو مخلوق، وأن الله خلقه جل في علاه، فجاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. هذا القرآن هو كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى القديم الأزلي المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين وحي السماوات جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصى صورة منه. نزل القرآن الكريم في هذه البيئة الصالحة. لو تيجي نبص الأنبياء السابقين، معجزة سيدنا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، معجزة سيدنا موسى، ناس كتير يقول لك السحر، لا مش سحر، ده خطأ شائع انك تقول معجزة سيدنا موسى سحر، لا هي اليد والعصا، اليد والعصا. ولذلك يا ربنا سبحانه وتعالى يقول سيدنا إنك بالوادي المقدس طوى، فخلقنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي إيه؟ عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ماشي، ورية فيها مآرب أخرى، وألق ما في يمنك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنوريك من آياتنا الكبرى، هنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله. ومعجزة سيدنا عيسى جاء بكذا، ومعجزة سيدنا موسى، إنما معجزة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي اللغة العربية، اللغة العربية. ولذلك القرآن نزل باللغة العربية في هذه البيئة ليتحدى هذه البيئة، بمعنى ولذلك ده سر من أسرار الحروف المقطعة في القرآن الكريم، زي حاميم عين سين قاف، حاميم
ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، إلى غير ذلك من هذه الحروف المقطعة. العلماء قال لك إن الحق سبحانه وتعالى بيّن لهؤلاء الطائفة اللي هو أرباب البلاغة والبيان والفصاحة، اللي هم أرباب العرب، اللي هم أهل اللغة يعني، اللي هم يعني يقول يعني بيتكلموا وشوف بيجيبوا أساليب لغوية عظيمة جدا جدا جدا. فالقرآن نزل بهذه اللغة، ولذلك أتت الحروف المقطعة ليثبت الحق سبحانه وتعالى أن لهؤلاء أنكم مهما وصلتم إليه من إعجاز في اللغة، وما وصلتم إليه من بيان في الأسلوب، وما وصلتم إليه من أسلوب في الكلام، مع أنكم وصلتم إلى هذه الدرجة، إلا أنكم تعجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بمثل آية منه، مع أن القرآن مكون من هذه اللغة. شوف قمة الإعجاز. ولذلك يعني مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، والذي ادعى زي الذين يدعون برضو أنهم قرآنيون، الذي ادعى النبوة وادعى، فقالوا قال لهم ماذا قال محمد، محمد بيقول إيه؟ قالوا بيقول قرآن من عند الله سبحانه وتعالى. كلمة قرآن المخوزة من فعل قرأ، يعني القراءة مخوزة، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه ها فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهنبين الكلام ده إن شاء الله بإذن الله، عشان نشوف الجماعة دول بيفكروا إزاي وماشيين إزاي. فقال لك أنا أجيب قرآن زيه زي محمد بيقول. بيقول يا محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الرواية، سيدي صلى الله عليه وسلم عذرا رسول الله إن ذكرت الاسم مجردا، ولكن أقول على سبيل الرواية ولا يجوز لي أن أتهكم في مقامك الكريم صلى الله عليه وسلم. انظر، قالوا له يقول إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانك هو الأبطر. قال أنا أقول قرآن. انظر، فأنا أقول قرآن. قل، قال إن أعطيناك الدحداح فصل ربك وارتاح إن شانك هو العجل النطاح. فقال له الوليد بن مغيرة والله إني لأعلم أنك كاذب يا مسيلمة، لكن كذاب مضر عندي أصدق من إيه؟ من رجل قريش اللي هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك الوليد بن المغيرة لما بعثه وهو كان مشهورا بالفصاحة والبيان وباللغة، يعني يعتبر من أعظم مرجع لغوي لدى قريش، فلما بعثوه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخذ يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن طلبت إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت قوة أعطيناك، إن أردت سلطانا كذا، إن أردت أموالا أعطيناك، إن أردت ولاية وليناك، إلى غير ذلك من هذه الأمور المغريات اللي بيعرض على سيدنا النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع. شوف لغة الحوار بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ليه بقى هنا في حاجة، خلي بالك هنا في حاجة قوية، إن الإنسان الواثق من نفسه مش مهزوز، قاعد ساكت أهو بيستمع ودوك عمال يتكلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الكلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة بس، أفرغت يا أبا الوليد؟ يعني أنت انتهيت خلاص من كلامه خلاص؟ قال له آه. قال له اسمع مني بقى. وأخذ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر الوليد بن المغيرة راجع إلى قومه فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، ولكن الجحود والإنكار جعله ينكر ويقول أن هذا سحر ويقول كذا وكذا. ولذلك إنه فكر فقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر إيه يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. شوف ربنا بيقول بإيه، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ إيه؟ لا تبكي ولا تذر لوحة للبشر عليها 19. طيب يجي الجماعة دول لك إحنا بقى ما وجدناه في القرآن اللي إحنا بنلاقيه في القرآن هناخده، دي لغة القرآن الكريم واللغة العربية كلام زي الفل. يعني أنتوا فاهمين اللغة كويس؟ أنا برد عليكم فاهمين اللغة كويس؟ يقول لك فاهمينها كويس. طب ماشي كلام زي الفل. طيب بقول لك احنا ما وجدناه في القرآن الكريم اللي احنا هنلاقيه في القرآن هنطبقه من حلال، واللي ايه حرام في القرآن الكريم هنحرمه، غير ذلك انا اعترف بالسنة النبوية المطهرة. طب ما تيجي نشوف القرآن اللي انتم بتستندوا اليه واللي احنا بنستند اليه، واس انتم بتاخدوا المفهوم القرآن ولغة القرآن على غير محلها وعلى غير مرادها. طيب صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم انتم بتقولوا الله قال فيه وما فرطنا في الكتاب من شيء، الآية الاولى بتستشهدوا بيها. القول الثاني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القول الثالث ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء، كل إلى نكرة، كل إلى شيء نكرة تفيد العموم في السياق العموم، يعني مش محتاجين حاجة.
كلام زي الفل. طب ما تيجي ناخد واحد واحده في القران الكريم، مؤمنين بالقران يقول لك اه بالقران الكريم، طب السنه يقول لك لا، طب كلام زي الفل. طب ما تيجي نشوف القران ربنا قال ايه في القران عن ايه، عن رسول القران صلى الله عليه وسلم. اولا اذا كنتم تؤمنون بذلك بان القران كما فيه وانه فيه كل شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهذه الايه حجه عليكم لا علينا، ادي واحد. الحاجه الثانيه، اين نجد في القران الكريم عدد الركعات؟ الظهر مثلا 4 ركعات نايم ازاي؟ العصر 4 ركعات فين؟ المغرب فين؟ العشاء فين؟ الفجر فين؟ السنن فين؟ واتوا الزكاه، كيفيه اخراج الزكاه وقيمه الزكاه فين؟ طيب ادي سؤال. السؤال الثاني، الله قال في القران الكريم، ده يحتاج الى اجابه، الله قال في القران الكريم امرنا ان نؤمن بالرسول وان نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الذين يتبعون الرسول النبي الامي، كلام زي الفل. طيب والله قال في القران الكريم من يطع الرسول ها فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظ. الله قال في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. الله قال في القران الكريم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله قال في القران الكريم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب هل أنتم تطيعون الله؟ لو كنتم تطيعون الله فالله أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أنكرتم الرسول فقد أنكرتم أنه القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ربنا بيقول فيه كده. أدي واحد. الحاجة الثانية، الله حذرنا في القرآن الكريم من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النقطة الرابعة، الله قال في القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يوحى إليه كله ده وحي من الله. فين؟ قال ربنا وما ينطق عن الهوى. كلمة ينطق ده فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، لا ينطق في الماضي ولا في المضارع ولا في المستقبل، ده اللغة. وما ينطق عن الهوى، شوف بقى اسلوب الاستثناء في اللغة العربية، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اي كل شيء وحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول في القرآن الكريم وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. ايه نزل اليهم؟ ايه اللي نزل؟ مفهوم القرآن الكريم في كلمة وانزلنا اليك الذكرى مثلا لتبين للناس ما نزل اليهم، اللي هو القرآن الكريم ده اللي نزل اليهم اهو. طب البيان في الاول وانزلنا اليك الذكرى لتبين، فين البيان هنا بقى؟ احنا عاوزين نعرف البيان ده مقصود بالسنة النبوية المطهرة. طيب نحن نزلنا الذكرى، المقصود بالذكرى هل القرآن الكريم ولا لا؟ ما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ليه؟ لأن الله قال وما ينطق عن الهوى، يبقى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإخبار، وهذا الإخبار هو السنة النبوية المطهرة، والسنة هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى الحركات في اليقظة والمنام، وما ورد عن الصحابة والتابعين عن أقوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تيجي حاجة كمان، إن الكلام ده كله هاتوا سيدنا النبي أخبر عنه، فين يا مولانا؟ سيدنا النبي يقول لك ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ها أبدا، كتاب الله ها وسناتي، وسناتي كلمة وسناتي أي طريقتي، الله أمرنا أن نتبع طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سيدنا النبي حذرنا من ذلك، قالك يوشك الرجل متكئا على أريكته، قاعد كده مربع كده زي حالاتي كده، قاعد كده مربع، يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، يقول ما وجدنا في كتاب الله من حل أو من حلال استحللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله، شوف سيدنا النبي ما حرم الله، يعني سيدنا النبي اللي ربنا بيقوله له هو اللي بيقوله لنا، يبقى كل الأوامر دي جاية لشخص سيدنا النبي، جاية لأم سيدنا النبي في شخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب نعمل احنا ايه بقى؟ انا عاوز ردود على هذه الاسئله. الله حذرنا من مخالفه النبي، الله امرنا بطاعه النبي، الله امرنا ده. شوف القران الكريم بيقول لك ايه؟ والنجم اذا هوى. يعني ايه هوى؟ يعني سقط. والنجم اذا هوى اي سقط، ما ضل صاحبكم وما غوى. من المعلوم والمعهود والمعروف ان حجم النجم اكبر من حجم ايه؟ الارض. فربنا يقول والنجم اذا هوى اي اذا سقط، ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى اي استحاله سقوط النجم من السماوات، لانه من المعلوم والمعهود علميا لو سقط النجم على الارض ما جعل في الارض من شيء وما بقى على الارض من شيء. كذلك استحاله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاصل ونواصل فانتظرونا. الحمد لله، عدنا من ذلك الفاصل. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. معنا أم محمد. ألو ألو محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت أنا اتصلت عليك امبارح وأسألك على قيام الليل، فكان الكهرباء قطعت عندنا ما سمحتش الصوت. قيام الليل؟ اه وقلت لك بحدي اه يعني قيام الليل ابدأه يعني بالصلاة على النبي او اكبر او اعمل ايه؟ ما انا قلت لك هتتوضى يا ام محمد. معلش الكهرباء كان قطع عندنا. حاضر هجاوبك يا ام محمد. حاضر تاني. قيام الليل. استاذ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ حازم؟ الله يبارك فيك ويحفظك. معلش انا عندي سؤال بس، لو انا مثلا مستلف 1000 جنيه مثلا سنه 2015 مستلف، وديت وعد لصاحبها ان انا اسدها مثلا 2017 2015. وجي هو بيقول لي قيمه الفلوس نفسها من سنه 2015 قلت بالنسبه للظروف الماليه اللي احنا الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها. هل انا اسد له ال 1000 جنيه زي ما هي، ولا هو اذا كان مثلا بيقول لي لا هي قيمتها بالنسبه لدلوقتي مثلا 1000 ونص اسدها له 1000 ونص؟ حاضر حاضر يا استاذ. وكذلك بالنسبه للذهب. حاضر يا استاذ. حاضر يا استاذ عبد الله. حاضر يا استاذ عبد الله. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. ايوه يا شيخ. تفضلي. ازيك يا شيخ حازم؟ ربنا يسترك، تفضلي. بقول لحضرتك انا عملت ذنب، بنتي عملت خطأ مع طليقها وانا اجبرتها ان هي تنزل. كانت حامل في السادس. في السادس؟ فانا عشان الفضايح، عشان ده طليقها، كان طليقها وضحك عليها، يعني ضحك عليها. تمام. ضحك عليها. حاضر يا محمد هجاوبك. حاضر حاضر. ام محمد ما شاء الله على ام محمد النهارده. يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم صلح. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. وطي التلفزيون. وطي التلفزيون، اسمعني من التليفون. انا بكلمك بالتليفون. طب ماشي اتفضلي. السؤال ان اني اللهم صل على النبي امي عليه الصلاه والسلام. اتفضلي. امي تعبت وهي مريضه قبل ما تموت. امك تعبت وهي مريضه؟ مريضه قعدت 3 سنين مريضه. لما تعبت يعني تعبت على لو مش كان قادره لا تتحرك ولا قادره اي حاجه. فاني يعني تعبت نفسيا من المنظر بتاعها، ان انا كنت تعبانه يعني مش تعبانه يعني شغل، لا تعبانه علشانها. تعبانه على خيرها يعني؟ تعبانه علشانها، منها تعبانه. فقعدت من الزمن مريضه 3 سنين. تمام. ف
فطلعت ندمان وركده لما لقيتها تعب الجو وجسمها يعني من غير كلام كده. فقلت يا رب ان كنت بتحبها وعايزها الطيب طيبها من عندك انت اللي تطيبها، وان كنت يا ربي عايز تاخدها خدها وريح. هل كده يبقى انا خطأت؟ وهي ماتت يعني؟ ماتت تاني يوم على طول. طيب حاضر، بس هقول لك على حاجه برضه اريحك يا ام محمد. نعم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل واحد له أجل وعمر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان لا يمكن أبدا أن يترك من عمره شيء، وما يعمر من هرد عليك حاضر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أي الإنسان لا يستطيع أبدا أن يترك شيء من عمره. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لا يتمنن أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان خير فليقل اللهم، يعني بيد ربنا سبحانه وتعالى يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت الموت راحة لي. مش كنت أعرف الكلام ده يعني. حاضر. زي كده الاول. ماشي يا محمد حاضر. انا هالوقت عارفه الحمد لله كل حاجه وربنا يعيني ويقدرنا على اللي فيه الخير. حاضر يا محمد حاضر. حاضر. مدام شيماء. السلام عليكم يا حضرة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا حضرة الشيخ، والله انا معايا اختي يعني عاق. بصراحة ربنا يعني هي كل من احنا نخلوها تيجي عندنا هي بتفرد مننا. كل ايه؟ وكل واحدة واحدة كده. كل ما احنا نحضنوها يعني. تصفلها يعني، كل ما تصفلها قلبك يشيل تاني. صح كده؟ ها؟ ايوه. تمام. كده يا شيخ. ليه بقى؟ عشان هي اسلوبها ولا؟ هي اسلوبها ونفسيتها محتوية بنفسي. لا بتحب اخوات ولا ناس ولا اي حد. ليه؟ ايه السبب؟ السبب ان هي عندها حب النفس. انت عاوز بتسالي انا ذنب انا وامي واخواتي عشان احنا مش عايزينها عني تاني. حاضر. لان هي عملت حاجات كتير. حاضر يا مدام شيماء هجاوبك. ام احمد السلام عليكم. ام احمد. طيب استاذ رضا. السلام عليكم. هني. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. انا شيخ مراتي كانت تعبانه بموضوع السحر ورحت للشيوخ ياما وربنا يعني ان شاء الله شفاها. طول ما بقرا الرقى الشرعيه بتنام. فانا عاوزك تفيدني، والموضوع ده برضه كان دخلت فيه وكده بالقران فبتنام مني. فهو حاليا دلوقتي كانت عاوزه تتطلق وكده. استاذ رضا حاليا. نعم. هسألك سؤال، انت لما رحت بتقول انا رحت لشيخ والى غير ذلك، ماذا صنع؟ اعطى لها ميه قران وعسل وكده. تمام. وعلى ما اعتقد هو ساكن فيها، بس هو ما بيعملش حاجه، بس على طول عاوزه تروح، عاوزه غضانه كده يعني. تمام. كل حاجه، بس عاوز حاجه يا شيخ ما تفيدني بالظبط. الموضوع السفه ده انت تعبت وخسرت فلوس ياما ومش عارف اشتغل من طول ما ارتاح او كده. حاضر حاضر يا استاذ. معلش يا شيخ، الرقى الشرعيه معلش برضو عملتها بكل العسل وكده ما فادتنيش ياما. في ايه صور ايه ولا ايات ايه اللي بتطلع السحر ده؟ هي بتصلي؟ لا لا ما متقاطع. ما بتصليش؟ لا. خلاصه العباره كده، بينها وبين ربنا عمار؟ لا عمار يا فندم. وبتاخد مني كل حاجه رزيكا والكلام ده بتطلعه وبتطلعه لاخواتي وكده. انما الصلاه لا متقطع. القران خلاص. القران لا ما بتقراش قران. عندنا ضغوط حياه شغل، احنا ناس فقراء. يا سيدي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله فاقرأوا ما تيسر. ان شاء الله كله هو الله احد يا سيدي. تقراها ثلاث مرات بس، قرات سوس القران الكريم. وانا بقول لك لا تقرا. بقول لك ساعات بتصلي الفجر كمان. حاضر. يعني برضه ماشي اصلا. حاضر يا استاذ رضا. حاضر استاذ محمود. استاذ محمود السلام عليكم. اتفضل. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قول.
والله يبارك فيك يا مولانا. والله احنا دلوقتي في السعودية مولانا وبقالنا 6 شهور مستنين حقوقنا، فعاوزين حضرتك تبلغ الناس اللي هي مسؤولة عننا. رحنا السفارة المصرية ورحنا مكتب العمل ورحنا جميع الاتجاهات وما فيش حد بيبص علينا. عاوزين مساعدة حضرتك توجه لنا رسالة حتى ولو للرئيس السيسي. حاضر يا سيدي. هو يدخل لنا في الموضوع. هي حاضر يا سيدي. اسم الشركة شركة مجموعة البيان القابضة. حاضر يا سيدي. حاضر حاضر حاضر. أظن رسالتك وصلت على الهواء مباشرة إلى جميع كل الدنيا تسمعنا الآن، والبرنامج أسأل الله سبحانه وتعالى يعني مشاهد ومعروف، الناس بتسمعنا الآن، وسيدنا النبي يقول أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقك، وتكون هناك تعثرات إلى غير ذلك من هذه الأمور الاقتصادية وغيرها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبركم في أموالكم وأن يسد عليكم هذا الباب. مين؟ أستاذة أميرة. أستاذة أميرة. تمام معنا. طب نجاوب. بسم الله الرحمن الرحيم. نجاوب على الاسئله دي، وبعد كده ان شاء الله باذن الله نجاوب على غيرها بمشيئه الله. ام محمد بارك الله فيها بتسال وبتقول عن قيام الليل، هل تبدا بصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ولا تعمل ايه؟ يا ام محمد صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا اي عمل بدون الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل ابطر. خلي بالك من النقطه دي. اهي بتتوضى الانسان، بيتوضى وياتي الى قيام الليل بيصلي، ماشي، من بعد الساعه 12 او من بعد العشاء كما قال العلماء، او من بعد الساعه 12 يبدا يصلي ركعتين في ركعتين، بيصلي يعني شوف ما تيسر لك صلي. وانت بتصلي بعد ما بتتوضى ممكن قبل الصلاه تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وتصلي، ممكن اثناء الصلاه تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ولا عجب في ذلك. طيب تذكر ربنا سبحانه وتعالى كثيرا، او تذكر ربنا سبحانه وتعالى كثيرا في الصلوات، وتذكر بقوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وبعد كده ايه بتوتر يا ام محمد، وبعد كده بتصلي الفجر، ماشي، بس تبدا نعم تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخر للعبد، وتبيض الوجه وتثقل الموازين. ولذلك اورد العلامه ابن قيم الجوزيه في كتابه دلائل الافهام في الصلاه والسلام على رسول الله، هذا الكتاب المبارك الماتع، ان واحدا من التابعين كان في الطواف وكان بحوزته الأب، يعني كان مع أبوه، فسقط مغشيا عليه في الطواف، سقط مغشيا عليه في الطواف، يقول فحملته على يدي حتى خرجت بي من الطواف، فأتعبني فوضعته، وإذ بوجهه قد اسود، فأخذتني سنة من النوم، فرأيت من يقول لي أتعرفني؟ قال له لا. قال له أنا نبيك صلى الله عليه وسلم ولا عجب في ذلك، من رآني فقد رآني، أنت في ضيافة الرحمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال يا رسول الله إن أبي قد اسود وجهه الآن. قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم اكشف عن وجهه الآن وستراه مشرقا. قال له بما يا رسول الله؟ قال بكثرة الصلاة عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أستاذ عبد الله كان بيسأل برضو، بيقول أنا يا مولانا خدت مال مثلا في 2015 من واحد، و في 2017 قلت ردوا خدت مثلا 1000 جنيه ولا 5000 جنيه، طب العمله بتتغير يا مولانا، طب انا اعمل ايه؟ هل في قاعده شرعيه ولا اي حاجه عند تغير العمله الانسان بيرد؟ خلاف بين الساده الفقهاء في هذا الامر. القول الاول الاحناف والمالكيه والشافعيه، والحنابله راي الجمهور، قال لك الانسان بيرد المال بذاته وليست القيمه. يعني انا خدت 1000 جنيه برد 1000 جنيه، ماشي، يعني انا كمدين في مدين وفي دائن، انا خدت الالف جنيه اصبحت مدين، وفي عندي الدائن اللي اداني الفلوس، برد ايه المبلغ اللي هو ال 5000 جنيه اللي انا خدتهم منه،
بنفس القيمة، وعلى هذا الدائن الذي أعطاني الفلوس، الرجل اللي اداني الفلوس دي، أن يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ده قول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابل. أبو محمد أبو يوسف من الأحناف بيقول لك لا، يجب على الإنسان عند تغير الظروف المالية والاقتصادية الصعبة أن الإنسان بيرد القيمة، أن الإنسان يرد القيمة لأن طرأ غلاء وإلى غير ذلك. المالكية وهو المشهور عند المالكية أيضا قال لك لا، ده الإنسان بيصنع إيه يا مولانا؟ الإنسان طالما أن أصبح فيه غلاء وفي كذا وفي تغير سعر العملة وسعر الصرف وإلى غير ذلك من هذه الأمور الاقتصادية، فالإنسان بيديله قيمة، يعني بيديله بيرده الفلوس وجزء من القيمة، بس بشرط أن الجزء ده ما يزيدش عن الثلث، لقول النبي الثلث والثلث كثير. القول الرابع، وهذا الكلام قد ذكر في الموسوعة الفقهية أعتقد في الموسوعة الفقهية القيوتية، وذكر برضو أذكره الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل في كتابه الفقه الواضح، وذكر في عدة مصادر، أن هذا الأمر بيرفع أمره للقاضي إذا كان مبلغ كبير، أو بيرفع أمره للقاضي للفض بين المنازعات في هذا الأمر بين القيمة وبين المال ذاته، نفس المال والقيمة إلى غير النقد، القيمة النقدية والقيمة الزائدة بتاع المال، يعني الألف جنيه أو أنا أديله ألف ونص إلى غير ذلك، بيرفع الأمر للقاضي ويفصل بينهما في المنازعات. فهذا الأمر ورد فيه يا أستاذ عبد الله أربع أراء، تخير منها كيفما شئت والله أعلم. برضو كان بيسأل مين، اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أم محمد بتسأل بتقول الأم ماذا تفعل لو دعت على أمها، أمها كانت تعبانة وتعبت عليهم، وأن هي يعني الله يرحمها زي ما نحن بنقول أذاقت الأمرين في الشغل وتعبت عليهم، فهي تعبت لما شافتها كده بتحب أمها، فطلعت فوق البيت وقالت اللهم تدعي ربنا بقى هو، اللهم إن كنت تحب أمي فخذها وفشفها، وإن لم تحبها أو جاء أجلها فخذها يا رب العالمين. عاوز أقول لحضرتك على حاجة زي ما ذكرت لك على الهواء مباشرة، أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يترك، شوف يترك لحظة ثانية من عمري، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، شوف لن تزول نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. ولذلك ربنا في القرآن الكريم لك إيه، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك ربنا يقول لك أنفقكم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني لأجل قريب فصدق وأكن من الصالحين. شوف، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، من سورة المنافقون. إذن فيا أم محمد هذا الدعاء مش معنى إنك دعيت عليه أن ربنا سبحانه وتعالى يعني استجاب، لا، هو لحضرتك على حاجة، ده عمرها وده أجلها، ما حدش بيسيب منه حاجة، لكن سيدنا النبي علمنا في هذا الأمر، فيقول إنسان لا يتمنى أن أحدكم الموت أو لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت راحة لي. فإذا يا أم محمد عليك أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى وتصدقي، وإن أردت أن تحجي وتهب لها الثواب ما فيش مشكلة، بعد ما أنت تحجي حضرتك أنت الأول، أن تعملي عمرة بعد كده تعملي لها عمرة ما فيش مشكلة، أن تقرأ القرآن وتهبي الثواب لها ما فيش مشكلة خالص، كل عمل للميت يصل يقينا بغير خلاف ولا عجب في ذلك، الله أعلم. الأستاذة شيماء بتسأل بتقول هي لا أخت، لكن أختها يعني بتقول لك أن هي قاطعة الرحم وان هي بتحب نفسها خالص وان هي مستاثره بنفسها، واحنا مولانا ما زعلناهاش. اقول لك يا استاذ شيماء داومي على هذا وصلي على هذا، لان القاعده تقول احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم. فالانسان لو احسن الى الناس وهم يسيئون اجعل الامر خالصا لله سبحانه وتعالى. يا مولانا بس انت بتتكلم كلام يا عم الشيخ ده، بس النفس واحنا بشر، نفس بشريه، طب انا هكلمك حلو وانت هتكلمني وحش هتقول لي مش عارف ايه، لا حسبك يا عم انت حر بقى اعمل زي ما انت عاوز تعمل. اقول لك انا عاوز اتاجر مع الله ولا تاجر مع النفس؟ ما هو النفس دايما بتلوم الانسان، النفس دايما بتامر بالسوء، ولذلك النفس وردت في القران بعده، نفس اللوامه والنفس المطمئنه والنفس الاماره بالسوء والنفس الراضيه والنفس المرضيه والنفس المطمئنه ايضا. ولذلك علمنا
أن نقاوم هذا النفس. ولذلك ربنا بيقول لك أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولذلك ربنا يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أنا بجاهد النفس وبقول أنا بعمل ربنا سبحانه وتعالى، أنا ما شيلش الوزر ولا شيل الذنب، الذنب يكون عليه والوزر عليه، أعملها بالحسن ومعاملة طيبة ومطيبة إلى غير ذلك. ولنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أذوه وسلطوا عليهم سفهاءهم وضربوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ألقوا عليه الحجارة حتى شقت رأسه وكسرت رباعيته. إيه اللي سيدنا النبي عمله؟ توجه وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوانا على الناس الدعاء. ثم انظر، أتاه سيدنا جبريل قال يا رسول الله ومعه ملك الجبال، يا رسول الله إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت الجبلين. قال لا، لعل الله يخرج من بين أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وسيدنا النبي لما رجل قال وقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر في الصحيح، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أقارب أحن عليهم، أقارب أحن عليهم ويسؤون إلي، أحسن إليهم ويبغضونني، أودهم ويقطعونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وسيدك النبي يقول لك ليس الواصل بالمكافئ ولكن الوصل من قطعت رحمه وصلها. والرحم تقول والرحم تقول وهي معلقة في العرش، من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. والله يقول الرحم وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. والله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالإنسان يعمل إيه يا عم حازم؟ الإنسان دائما يتاجر مع الله، مالكش دعوة بالبشر، والله البشر مش هيدوك حاجة، والله البشر لم يتفقوا على الحق سبحانه وتعالى، البشر أنكروا نعم الله، البشر لم يعجبهم الرسول، لم يعجبهم الله ذات جل جلاله. ولذلك أنشدت قائلا فقلت وما أحد من أعين وألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان سكيتا يقولون أبكم، وإن كان منطيقا بتاع كلام يقولون مهذر، وإن كان مفضالا يقولون مبذر، وإن كان مقداما يعني بيسعى في الخير ويشوف ده ويشوف ده ويعمل كده ويساعد الناس، وإن كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زوار يرائي ويمكر. إيه الحل؟ فلا تكتثر بالناس في المدح والثنى وسلم إلى الله والله أكبر. فأنا بعمل ربنا سبحانه وتعالى أرجو من الله تجارة لن تبور، بعمل ربنا ومليش دعوة بالعبد، العبد مش هيديك حاجة، خليك مع الله حتى تكون في عناية الله. فإن كنت في عناية الله حفظك الله ورعاك الله والله أعلم. الأستاذ رضا بيسأل برضو بيقول يا مولانا أن مراتي عندها سحر ومش عارف إيه، ورحت المشايخ ومروحتش في المشايخ. أنا برضه عاوز أدقق في حاجة، كلمة شيخ لا تطلق هكذا، معلش برضه عايزين يعني كل لفظ يتحط في معناه. كلمة شيخ مش هباء منثورة كده، ده كلمة شيخ في القرآن وردت مرتين اتنين، وأبونا شيخ كبير وهذا بعلي شيخة، تدل على الرفعة والمقام. مش أي واحد ما شفته كده ولا ما بجلبابه ولا بلحيته أو بزي أزهري أو بغير ذلك ولك ده مولانا وسيدنا وش، لا، الألقاب دي لابد ان احنا برضو نحافظ عليها، وان الألقاب دي لها معاني كتيرة كده. وما أدى بنا إلى هذا المطاف إلا أننا يا سادة والله أصبحنا ننصب أناسا ونعطيهم ألقابا لا يستحقونها أبدا، لا يستحقونها. طب ما أنت بتقول عن نفسك شيخ، أنا لست شيخ يا سيدي، أنا عبد فقير ذليل راجع عفو ربي دائما وأبدا، لا أقولها، الله يعلم ما أقول دائما في قلبي، والله الله يعلم ما أقول، عبد فقير ذليل راجع عفو ربي، بس ده التصنيف. إنما يا مولانا، طب السحر وكلام من ده مولانا، دائما وأبدا، وأنا جاوبت امبارح وأجاوب برضو النهار، مسألة السحر وعدم السحر والإنسان عمال يروح يا عم الشيخ لواحد ساحر أو أن يحلله ولا يربط له ولا كلام من ده، عندنا القرآن الكريم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وربنا في القرآن الكريم بين ذلك. ربنا قال في القرآن الكريم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ماشي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إيه حقيقة السحر يا عم حازم؟ حقيقة السحر زي ما ربنا ذكر في القرآن الكريم تخيل، لأن معجزة سيدنا موسى اليد والعصا. طيب العرب قديما يعرفون حاجة، إن الحية كلما كانت ضئيلة الحجم كانت سريعة في الحركة، خلي بالكم، وإن الثعبان كلما كان ضخم كان بطيئا في الحركة. طيب السحرة لما جه يكلموا سيدنا موسى ليجعل لنا موعدا في سورة طه، لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جه يا عم الشيخ فألقوا، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وفي آية أخرى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا سيدنا موسى، وفي آية أخرى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم تخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. إذن السحر تخيل، فمالوا مثلا نقول المنطقة دي كلها سحر ومالوها مش، خلي بالك الصحراء ما قلبوش اللي حباله كلام من ده يعني تعبين، لا لا لا، ده شوف بقى حكمة ربنا. فربنا قال سيدنا موسى ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أد. وسيدنا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه له، أنا كمل الحتة دي طويلة بس المخرج عمال يقول لك الوقت ودهمنا وخلاص. سيدنا الشيخ الشعراوي قصة ضئيلة أستاذ رضا عشان تعرف، سيدنا الشيخ الشعراوي كان في بلاد الهند رضي الله عنه وأرضاه، فبيقول لك في ساحر هندي وكلام من ده، فقال لك بيقلب ومش عارف ايه وبيخلي الصغير يطلع الحبل ويخلي البتاع. فالمهم يا عم الحاج قال لك انا بروح اشوف الراجل ده قصته ايه. فسيدنا الشيخ الشعراوي راح يبص قال له، فلقى الواد عمال يطلع الحبل وصغير وكلام من ده، قال لك القران بيقول عن السحر يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. امال في ايه القصه دي يا عم حازم؟ ايه القصه دي يا شعراوي؟ قال لك الانسان يستخدم الجن، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يستخدموا الجن، فليجي يجي الجن هو الذي يصعد على الحبل ويصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا. طيب نعمل ايه؟ فالانسان لو حصن نفسه، حاضر عم سامي، فالانسان لو حصن نفسه والله بقراءه القران والذكر، وسنكمل ذلك، ولكن هنا اقول اللهم اجعل مصر بلد السلم والسلام والامن والامان ورضا والاستقرار. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تحمي شبابها وابنائها ونسائها وجيشها وشعبها وأمنها، وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وببركة رسول كريم والله أكرم. فالفقير بين الكريمين يحرم؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.